الجماعات المسلحة هي التحدي الأكبر سواء لتركيا من جهة أو للأطراف الأخرى وتحديدا روسيا والحكومة السورية من جهة ثانية. العمليات العسكرية التي شنتها الحكومة السورية يعني بدعم كامل من روسيا في محافظة إدلب مؤخرا كانت من أجل تخليص كما يقولون طبعا من أجل تخليص المحافظة من سيطرة المنظمات الإرهابية المتشددة والمتطرفة في تلك المنطقة وعلى رأسها جبهة النصرة سابقا التي تسيطر على معظم مساحات هذه المحافظة. وبالتالي حديث وزير الخارجية التركي اليوم هو بالتأكيد يجب أن يتناول في المرحلة القادمة على الأقل وجود هذه العناصر أو هذه المنظمات التي تسيطر على معظم مساحات محافظة إدلب. حتى الجانب التركي يقول إن هناك معضلة يعني تواجه كل الأطراف في يعني في كل الأطراف المعنيين في هذا الملف في داخل محافظة إدلب وعلى رأسها الجماعات المتطرفة أو المتشددة ومن بينها وعلى رأسها جماعة النصرة التي لا بد أن يوجد لها أن يوضع لها حل يعني جذري من أجل تخليص المنطقة من خطر هذه المنظمة التي تسيطر على هذه المناطق. الجانب التركي يجري محادثات متواصلة مستمرة مع الجانب الروسي من أجل التوصل إلى صيغة ما يقول الجانب التركي إنه يريد منها أن تكون محافظة إدلب هي محافظة أو منطقة آمنة كما أسماها وزير الخارجية التركي، ولكن هناك وجهة نظر أخرى في الطرف الآخر هي وجهة نظر الجانب الروسي الذي يرى أن هناك لا يزال خطر كبير لمنظمات إرهابية في هذه المحافظة وأنه يجب تخليص هذه المحافظة بشكل كامل من هذه المنظمات سواء بطرق سلمية أو عن طريق عمليات عسكرية واسعة للتخلص منها بشكل كامل. علام صبيحات مراسل الغد كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.